لتفاصيل أكثر ينضم معنا من واشنطن موفد الإخبارية خالد العويد. خالد، أهلا بك معنا. ما هو جدول أعمال اليوم الثاني لولي العهد وكذلك الوفد المرافق؟ نعم، تحية لك حسن ولمشاهدي قناة الإخبارية. قبل الحديث عن جدول أعمال اليوم، دعنا نشير إلى يعني اهتمام الصحافة والإعلام الأمريكي بجملة اللقاءات التي استعرضتموها قبل قليل والتي أجراها سمو ولي العهد هنا في واشنطن، سواء في البيت الأبيض أو في مقر الكونغرس أو في مقر إقامته، سواء طبعا اللقاء الأكبر بالرئيس ترامب وأعضاء إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أو بقادة ورؤساء لجان في مجلس الشيوخ والنواب، جاريد كاشنر ومبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، والذي كان الحديث طبعا حول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، إضافة أيضا إلى بقية اللقاءات والتي أتت في سياق سعي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز شراكتها وتفاهماتها في كافة المجالات. ربما توجت هذه اللقاءات أو أحد ثمرات هذه اللقاءات التي تمت أمس هو ما تم في مجلس الشيوخ حينما صوت بالأغلبية ضد مشروع يقضي بإنهاء التواجد الأمريكي في عملية إعادة اليمن في اليمن، وبالتالي يعتبر تأييد للمملكة ولموقف المملكة، خصوصا أن البيان الصادر من البيت الأبيض أتى على ذكر هذا الأمر والذي يتعلق بضرورة لجم التدخلات الإيرانية من خلال دعم جماعة الحوثي في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار لليمن، الاتفاق أيضا على ضرورة إيجاد كذلك منفذ آمن للمساعدات الإنسانية في اليمن دعما للشعب اليمني الشقيق. هذا في جانب لقاءات الأمس حسن. اليوم تتواصل لقاءات سمو ولي العهد في مقر إقامته مع أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب، إضافة أيضا إلى جدول عمل حافل سيكون غدا في البنتاغون وغيره، كذلك سنأتي على ذكر إن شاء الله لاحقا في تغطياتنا القادمة. على هامش هذه الزيارة حسن، جمعية مسك الخيرية تقيم اليوم فعاليتين، الأولى حديث مسك أو مسك توك يقام اليوم الساعة 5:30 عصرا بتوقيت واشنطن، إضافة أيضا إلى المعرض الفني الذي تقيمه أيضا جمعية مسك الخيرية على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستشمل 7 مدن أمريكية بدأت بواشنطن العاصمة. نعم حسن، شكرا جزيلا لك من واشنطن موفد الإخبارية خالد العويد، أشكرك جزيل الشكر.